هلا عندنا احد الاشياء احد الاسئله اللي ذكرت في الماضي وفي ناس سالوا عنها فكره الفيزيكال مين تبع الار ام اس والافرج شو معناه في الواقع في الحياه الواقعيه؟ لو انا جبت سيجنال شو ما كانت هاي السيجنال؟ هاي هيك هيك فيها شو ما كانت واخذت الاطراف خلينا نقول هذا فولتج وحطيت هون في اوف تي حطيت السيجنال في اوف تي اللي لها ار ام اس في ار ام اس هون وجيت حطيتها هون على اطراف مقاومه شو ما كانت هاي السيجنال من هون؟ هاي طبعا السيجنال زي ما انا رسمها هون مش لا هي اي سي ولا دي سي يعني خلينا نرسمها مثلا هيك لو رسمت انا كان عندي سيجنال زي هيك اوكي كل شايف هاي السيجنال ايش هاي السيجنال؟ سايدوسويدال فيها افريج دي سي مضبوط ففيها دي سي كومبوننت وفيها اي سي كومبوننت بغض النظر هذه اي سي او دي سي اذا حسبت الار ام اس تبعها هاي السيجنال اللي هي في اوف تي حطها هون في اوف تي از فانكشن اوف تايم في لها افريج وفي لها اي سي كومبوننت وهاي السيجنال اللي هون في لها ار ام اس لو اخذت هاي السيجنال اللي لها هذا الار ام اس وحطيتها هون مباشره بقدر اقول انه الباور اللي ديليفر لهذا الريزستر بتصير في ار ام اس تربيع على الارض اوكي شو ما كانت هاي السيجنال شو ما كان شكلها اذا انا حاسب الار ام اس تبعها بعطيني اوكي واضح الكل فاهم هاي النقطه هلا مضبوط هذا الار ام اس هون جاي من دي سي كومبوننت واي سي كومبوننت اوكي واضحه هاي هذه هون السيجنال في لها كومبوننت في افريج تبعها مضبوط وفي لها هون كومبوننت اللي هو ساني سودا وبقدر احسب الار ام اس الكلي تبعها من الاي سي والدي سي نطلع هون شو معنى في افريج لو انا جبت سيجنال كمان نفس الشيء اي سيجنال كانت خلينا نفترض حتى انها تشبه هذيك السيجنال هيك هاي السيجنال الها دي سي كومبوننت؟ الا هي هذا في افرج اللي هو في دي سي لهاي السيجنال وفي لها اي سي كومبوننت الافرج تبعه زيرو وهي نفس الشيء فيها اي سي كومبوننت الافرج تبعه زيرو لو اخذ وهاي السيجنال اصلا هي كانت في اوف تي هيها في اوف تي هون وحسبنا احنا الافرج تبعه في لها كمان في ار ام اس لو اخذت هاي الفولتج سيجنال وحطيتها على heavily inductive load إذن هذه هون V of T وهون راح يمر current I of T وهذا عندي R وهذا L هلا في حالة if load is heavily inductive شو يعني heavily inductive؟ يعني tan minus 1 اوميجا ال على ار او بمعنى اوميجا ال اكبر بكثير من ار اوكي واضح الفاهم كل هذا اذا هاي الزاويه اذا اخذت اوميجا ال وقسمته على ار واخذت الانفرس تبعه تقريبا 90 او اوميجا ال على ار كبير جدا اذا هذا هيفلي اندكتيف لود ايش بمنع من هون انه يمر؟ شو الكومبوننت اللي بمنع يمر؟ بمنع الاي سي كومبوننت يمر مين اللي بمر هون؟ دي سي كومبوننت قديش قيمة الاي دي سي اللي بمر هون؟ ايش تتوقع قيمته؟ راح يكون في افريج لانه الاي سي كومبوننت ما بيقدر يمر هون لانه اللود هذا هيفلي اندكتيف اذا في هاي الحالة الكرنت اللي بمر هون مع ايش بتناسب؟ اذا الاي اللي هو الكرنت الاي افريج كرنت تساوي افريج واضح هذا الاختلاف بين الاثنين فهون انا بساعدني اني احسب الافريج تبع هاي السيجنال لانها بقدر منها احسب الدي سي كرنت الكرنت اللي بمر هون في هذا اللود ليش طب الاي سي ما حسبته؟ ليش الاي سي كرنت ما حسبته؟ ليش اهملت الاي سي كرنت؟ ليش؟ لانه هاي الامبيدنس تبعتها عالي جدا فبتمنع فهذا الفيزيكال سيجنفكنس المعنى تبع في ار ام اس هو لو اخذت الفولتج هذا او الكرنت لو اخذت الكرنت الار ام اس ومررته في ار او الفولتج ار ام اس وحطيته عبر ار هذا بعطيني الباور الريل باور طبعا ان واتس اللي بتمر في هذا اللي باخذها هذا الريزستر لكن لو انا عندي سيجنال وحسبت الافرج تبعها وكان اللود هيفلي اندكتيف واخذت هاي السيجنال اللي هذا هو الافرج تبعها حطيته هون راح يعطيني الدي سي كرنت اللي راح يمر هون
الاي سي كرنت ما راح يمر. مين راح يمنع الاي سي كرنت انه يمر؟ اوميجا ال على الوقت.